خاصة البيسبول، إنها كبيرة جدا. إنها عصا كبيرة جدا. لمن هذا؟ إنها لأمون، تريد أن تلعب معنا اليوم. وأيضا انظروا إلى هذه الكرة الكبيرة، إنها كرة البيسبول. يا ترى أمون من أي فريق؟ هل الفريق الوردي أم الأزرق؟ بالتأكيد الفريق الوردي، هي تحبنا كثيرا. نعم نعم، هي الفريق الوردي، هي من فريقنا. نعم، هي من الفريق الوردي، وأكبر دليل على كلامي عصا البيسبول، إنه لوننا. ها؟ هذا لا يجوز، هذا ليس عدلا، لا يجب أن تغاوز معكم. ها قد وصلت، نايت فول قد أتى، أريد اللعب. ماذا؟ ماذا قلت؟ تريد اللعب؟ نعم أريد اللعب، أنا أريد الانضمام إلى الفريق الأزرق. ها أنا أرتدي الزي الرياضي المخصص للأولاد. حسناً، دعونا نبدأ. أين هو الحكم؟ هيا بنتك بيب، تعالي. هي نايت فول، أعيد لي ثيابي، أريد أن ألعب، أنا مشترك بهذا النادي. قلت لك بعد أن ألعب سوف أعيد لك ثيابك، لن أأخذها. لكن أنا أريد أن ألعب أولاً. حسناً، كما تشاء. أخي، لماذا قبلت أن يأخذ ثيابك؟ ما بك؟ إنها ثيابك. أعلم هذا يا أختي، سوف يعيدها لي، تخافي. ها؟ نايت فول يتحكم بكل الإلو إل، أنا لا أحبه. هيا يا بنتك بيب، نريد أن نلعب. لا نستطيع اللعب الآن، الفريقين ليس متكافئين. الفريق الوردي به 4 لاعبين، أما الفريق الأزرق به لاعب. ها؟ ألم تري؟ وأنا، ألست موجود؟ حسناً، يوجد لاعبين. إذا نحتاج إلى المزيد من اللاعبين في الفريق الأزرق. حسناً، سوف أدعو أختي لكي تنضم إلينا، ما رأيكم؟ حسناً حسناً، فكرة جميلة، هيا. كم أنا سعيدة لأنكم دعوتموني لكي ألعب، هيا لنلعب. يجب عليك أولاً ارتداء أوتفيت باللون الأزرق. أوتفيت باللون الأزرق، حسناً. ها هي ثيابك، وها هو القفاز الرياضي. أها أنا أصبحت جاهزة، نريد أن نلعب، هيا. لكننا نحتاج أيضا إلى لاعب واحد لكي نبدأ. ماذا سوف نفعل؟ أطلب من أمون. سوف نطلب كرة الأول ستار باللون الأزرق من أمون. هاي هيا، فكرة جميلة، هيا هيا. مرحبا بكم أصدقائي. حسنا، وأنا قبلت أن أعطيكم كرة الأول سبرايز أول ستار باللون الأزرق. ها هي كرة الألوال سبرايز أول ستار الفريق الأزرق. يا ترى على ماذا سوف نحصل اليوم؟ بالعودة إلى القائمة، دعونا نرى. ها هو الفريق الأزرق، فقد حصلنا 3 مرات على هذه الشخصية. أتمنى اليوم أن لا أحصل عليك، وأيضا ربما نحصل على هاتين الشخصيتين. لكي أرى ما هي الشخصية التي سوف أحصل عليها. إنها الكرة البيضاء، وها هو المسج المعتاد، عينك على الكرة. أعتقد أنني حصلت على شخصية جديدة من الفريق الأزرق، من المسج قد علمت. هيا لنرى. أنا أحب دائما أن أبدأ بالشخصية. يا ترى من أنت؟ نرى. حصلنا على سبايك، وأخيرا حصلنا على لاعبة جديدة من الفريق الأزرق، اسمها سبايك. سبايك شخصية لا تتبدل في الماء البارد أو الدافئ، فقط تبكي. وأيضا لدينا أخت هذه الشخصية. ها هي أختها، وأيضا هي شخصية رياضية لكن تحب السباحة. ها هي بطاقة تعريفتها. وأتت معها هذه الخوذة الرياضية. ها
هي ثيابها، وأيضا ها هي حافظة الماء، أتت معها هذا، وآخر شيء الحذاء. هيا هيا أنا متحمسة لكي ألعب. هي أمون، ألا تريدين أن تلعبي معنا؟ بالطبع سوف ألعب. وها هو، وها هي كرتي، لكن بالتأكيد لن ألعب معكم، سوف ألعب مع عائلتي. حسناً سوف أذهب وألعب، مع السلامة. حسناً دعونا نبدأ.